هذا رأي شخصي من خارج اللي كتربي الطفل كيولي كيحس براسو على انه واحد المخلوق عنده امتيازات على الاخر. هذا خطا هذا خطا شوفوا المستقبل وحنا مازال عاد كنخبطوا فيه. وحتى اكثر دول عاتيه قيمه للتعليم والمجموعه ديال الحوايج والانسان وعندك الحريه التعبير عندك الديمقراطيه جرائد الصحافه يعني بواحد المستوى رهيب. ما ولكن إذا كان عنده واحد المجتمع جاهز، واحد المجتمع واهي، واحد المجتمع مسؤول. ولينا المغاربة كاملين كنودوا الأجداد نتاعنا. ونفس الشيء إلا جينا نشوفوا على المستوى المحلي دائما كننصدموا. الآن فتحت لنا واحد الإطار نتاع المشاركة مازال ما كنستغلوش بالشكل الكافي، والجمعيات اللي كتستغل بالشكل الكافي اللي ربما عندها واحد الوعي شوية زايد عندنا شوية أقلية. الآن كاين إمكانيات يطرحها النص. كطرح المراه كتمكنها المنصه بان المجتمع المدني يمكن يفعل القرار على الاقل كنقول على الاقل قرار محلي على الاقل قرار محلي داكور. وهذا شنو كيفطر؟ كيفطر مثلا انا الا ما كنتش كنستعمل المرفق العام تاعنا كتزيدوش دورها اجتماع والمتوسطه ويراعى مبدا التدرج والتميز بين نعطيك ولكن هنا كطرح هذا الاشكال الاخر الى اي حد انا مثلا الدوله كيتوقع شنو كيوقع دابا خاصه في هذا المشهد وقع له في فرنسا نقولوا يمكن المسؤولين خايبين ما دايرينش الواجب ديالهم غنقولوا يمكن هاد الناس يمكن حنا ما عندناش بين قوسين داك الشيء اللي كنشوفوا له مثلا في القوى العظمى او في الدول المتقدمه راه المسؤوليه بالمحاسبه باش مثلا الحكومه او الجهاز التنفيذي انه يقوم بالتطوير يكون عندنا اخلاق نتعلموا اننا نتحملوا المسؤوليه باش حنا براسنا نقدروا